حياكم الله سعد الله بالخير أوقاتكم وأول الحديث أول حديثي لهذه الليلة مع نجم الكرة العراقية الكبير الكابتن حبيب جعفر حياكم الله مساكم الله بالخير كابتن حديث. حبيب حبيب تحياتي إليكم الله يسلم الكرام ولا قناتكم الكريمة حياك الله حبيب جعفر هذه المعادلة صحيحة أم خاطئة صحيح لي إذا كانت وإذا كنت تتفق خلص العصبي داخل الميدان داخل الملعب الهادئ جدا خارجه هكذا يراك جمهورك والجمهور اللي يتابع منذ مسيره حبيب جعفر الى الان هاي المعادله صحيحه؟ <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك مره ثانيه، الحقيقه انا بالنسبه لي داخل ارضيه الملعب تشوف حبيب ثاني. ليش؟ لانه من حرصي وغيرتي انه انا اريد اريد العب واقدم دائما تشوفني عصبي، يعني واذا اذا ما اكون عصبي ما اقدر العب <applause> بصراحه يعني شلون مثلا هسه واحد مثلا انا يعني الا ضرب يعني الا الا احس بالضربه من الخصم م. انا تلقى حبيب جعفر متوهج بالساحه نعم. اما غيرها مثلا خارج الساحه لا انا مرات اللاعب اذا صار عصبي مو يفقد تركيزه بداخل الملعب لا فيه. انا العكس العكس انا العكس آه. والله العكس م. يعني انا دائما يعني حتى بالشارع من يشوفوني مثلا بعد المباراه او مثلا دائما يسالوني هذا السؤال اقول لهم انا ما اعرف العب يعني الا احس واحد يعني شلون يتحارش بيه يطرخني حتى يحفزني حفزني أكثر أنا جوز أختلف عن عن اللاعبين بخلاف خارج الملعب خارج الملعب هذا جدا وطبيعي ما لا تستفز بسرعه وفر. ابد لا ما علاقه <applause> آه خدمتك الظروف كابتن حبيب والله يعني تعرف مرات الحظ موجود <applause> لازم يكون موجود <applause> خدمتني بعض الاوقات وبعض الظروف ام الحظ خدمتك, خدمتك الظروف لا. لو الحظ الحظ خدمك الحظ دائما الحظ. الحظ يكون موجود لم يكمل جميل عليك بحيث رحت لإحتراف مثلا تتمناه أو لو كنت الآن هذا الحظ لو كان خادمك كنت الآن لاعب لكنت الآن في مكان فعلا تستحق بأحد الدوريات الأوروبية ايه الكبيرة, ايه الكبيرة ايه مثلا يعني إيه صحيح ايه اه هوايا هوايا أكو فترات ما ما خدمنا بها الحظ هي واحدة من عتن إنه إحنا واحد من عتن إنه أنا ما لعبت كأس العالم يعني كنا موجودين من كنا يعني بالستة وثمانين يعني بالتصفيات الأخيرة آخر مباراة كنا موجودين وياهم بس ما ك... ما شاركنا بال... بالنهائيات فهذا هذا وحده من من عتن، وحدة من عتن انه احنا ما احترفنا آه يعني اذا انا وزملائي مثلا احمد راضي، سعد قيس، آه ليث حسين، أوه. يعني هاي الاسماء البارزه كانت والمواهب ما اخذنا فرصتنا انه نحترف بدوريات اوروبيه، يعني تعرف انت كان ال... بالنظام السابق انه آه ما يردون يعني آه يعني يخلون آه لاعب من من المنتخبات العراقيه يطلع برا حتى شنو حتى ما, آه ما مثل ما يقول يعني كلامهم انه ما يخربون الدوري يعني يردون دائما النجوم متواجده آه بخلاف الحقيقه الحقيقه تقول غير شيء هم ما رادوا الخير للاعبين العراقيين طبعًا, طبعا هي وحدة من من هاي الاسباب انه انت لا يردوك تطلع تستفاد ولا ولا حتى يخرب الدوري هم محتكرك داخل فعلا هو يعني كان على لغرض الدوري يعني او فد شيء امر اخر لا هو طبعا عنده امر اخر أه هو انه انت اليوم ما يريد ما يريد ولا ولا لاعب إمكانية زينه ماديه يخلي يريد يخليك يبقيك انت باقي بالدوري تلعب هنا أنا. لا يخرب الدوري ولا انت يريد واحد يصير يصير نجم حتى يعلى في مسموعاتي سابقا كان ليث حسين مثلا يعني كان مطلوب في احد الدوريات اعتقد بكاس ال... بعد كاس العالم للشباب كاس العالم للشباب اي انطلب ببرشلونه برشلونه وما وافق و... و... اي و... و... حضرتك حضرتك و... وانا ولي... وليث وسعد واحمد طلبونا ايضا بالمانيا وهم ما بالمانيا دوريات, دوريات معروفه طبعا عفوا انديه معروفه انديه معروفه إيه. بس ما مم. ما صارت أه كثير من من الانديه يعني مو زين. فقط حتى إيه. الخليجيه حتى العربيه ما ما صار جيلكم لو كان في هذا الزمن الان وين تتوقع يعني يحترف؟ يستحق الاحتراف في في دوريات أنا كبيره؟ اقول لك يعني. جيل 93 جيل 93 جيل 93, جيل 93. جيل 93. لو باقي كلها تحترف خارج يعني الدوريات من احسن الدوريات بالعالم. مه مه لانه امكانيات مواهب آه يعني كل المواصفات تلقاها بهؤلاء اللاعبين الموجودين. الى الان تعتقد انه ما مل مكانك احد كابتن؟ الظهير الايمن خط الوسط في انت كنت ظهير ايمن في انا اي كنت اي أيه. و... أيه. ما مل ما مل ما مل مكانك جناح واحد جناح لحد شبه. جناح اي جناح اي نعم أيه. حقيقة دائما نحن نشوف اللاعبين اللي اللي يجون يلعبون خاصة بمكان جهة اليمين واليسار صانعين العاب يعتبرون دائما يجي مثلا اللاعب يجي له فترة بسيطة يعني فترة سنة سنتين تشوف تقول هذا راح يكون من أحسن اللاعبين الموجودين وراها تلقى هذا اللاعب يعني انتهى تقريبا ما أعرف هل هو مثلا مو هاي الفتره احنا بعد 2003 بصراحه خلينا نكون واقعيين نعم. المواهب قلت مهو. والاساس اساس اللاعبين مو صحيح التدريب التدريب هم مو صحيح يعني يأكل لاعبين ما تدرجوا ووصلوا مثل ما احنا تدرجنا وجينا هو أنا وصلنا أنا للمرحله انا سؤالك هذا بصراحه ايه؟ التدرج مهم بالنسبه للاعب ولا اي طبعا انت اليوم اذا ما تدرج انا لعبت آه براعم لعبت اشبال مم. لعبت ناشين ولعبت شباب نعم الفارس العربي لعبت آه. ولعبت فريق الاول المنتخب الاول تدرجت الى ان وصلت اللي انا اريده والحمد لله يعني يعني وصلنا اللي توقعناه كان يعني. آه، عندك تعليق على تجربتين احترافيه اللي نشات ولي آه هوار محمد نعم. واحده امتدحتها من جيل 2007 وواحده لا يعني حكيت تجربه نشات يعني اي نشات يعني هو يعني بصراحه ما قدم المستوى يعني حسب ما احنا يعني تعرف احنا من جانب بهولندا احنا ممكن نقرا ونسمع مم. انه هو ما قدم المستوى المطلوب بالنسبه للاعبين المحترفين اللي اللي خاصه العرب فما قدم المستوى عكس هوار اللي قدم مستوى واللي لعب بدوري الابطال مم. فهذا اكو مقارنه بيناتهم صارت انه هو هوار اللي كان الافضل من أه شنو رايك بجيل 2007؟ جيل اللي حقق كاس اسيا؟ والله هم شوف هم اول شيء يعني جو فترة. زين صح هم لاعبين لاعبين طبعا احنا لحقنا عليهم لحقوا ويانا لعبوا اي ممكن احتزاله كان 2004 اعتقد 2003 واربعة. اي 2004 يعني هم ايه قبلها كانوا موجودين, موجودين يعني اه لعبنا يعني لعبنا اه سوا مثلا يونس وباسم ايه كلهم نشات وكلهم لعبوا لحقنا لعبنا بهاي الفتره وياهم هم اخذوا طابع طابع نوعا ما من من يعني اخذوا مه. اخذوا الغيره واخذوا آه البعض من عتم الدرجة ووصلوا مراحل مه. جيده آه لذلك آه من وصل وصلوا ل 2007 بصراحه هم نفسهم ما كانوا مصدقين ياخذون آه كاس اسيا آه كاس اسيا آه. ليش؟ لأنه هم من دخلوا ما كانوا متهيئين 100% مه. كانوا هم يعني آه حتى اعتقد كان تصريح نشات انه هو احنا بالصدفه اخذنا اخذنا البطوله لانه قلت لك ما كانوا متهيئين يعني داخلين مجرد انه داخلين كاس اسيا فالله وفقهم الحمد لله واحنا كنا كنا كان الوضع العام للعراق بالضبط بالضبط طاقه وما الى إيه ذلك فالحمد كده. لله انه وصل وصلوا للنهايه هذا الانجاز و... بعدهم ما حد حققه يعني. نعم بعدهم ما حد حققها ولذلك بقى عالق بالاذهان انه ما حد كسر هذا الرتم انه هم اخذوا كاس اسيا وبقوا مستمرين انه هم دول الجيل اللي حقق جيل 2007 اللي حقق كاس كاس اسيا اكيد هو طبعا بقينا احنا عايشين على هذا على هذا الانجاز وتدري انت قلت لك احنا اللاعبين اللي جو بعد 2000 هو اخر جيل طبعا هذا هو هذا الجيل كان م. قلت لك هو يعني عاصرنا ووصل الى مراحل جيده بعد 2007 ما اجى جيل قدر يقدم المستويات اللي اللي قدمها 2007 واللي واللي قدم برايك ليش كابتن هاي القطيعه ما بين هاي الاجيال كرة القدم صراحه دورياتنا دورياتنا من 2003 لحد زين لحد 2012 تقريبا <applause> 2000 و... يعني ما كان مستمر وما كان بالمستوى المطلوب صراحه ولا كان اكو اهتمام بالدوري وبالدوريات الفئات العمريه وهذا اثر على آه على اللاعبين وعلى المواهب أوه. يعني ما خرجت لنا بعد بعد مواهب عدا 2007 ما خرجت ما خرجت مواهب آه لذلك تاخرنا هواي قبل كان اكو المعين اللي يرفد المنتخبات الوطنيه منتخبات كره القدم بالنجوم باللاعبين الجيدين كانت الساحات الشعبيه في المناطق الشعبيه الثوره مدينه الصدر حاليا الشعله غير ذلك البياع الشعب الان ممكن انه اكو منافس اخر الدوريات الاوروبيه هي اللي بدت يعني تطرح لنا نجوم او اسماء ولذلك الان صارت عندنا جدليه قصدك المغتربين بالضبط المغتربين اللي في الان يلعبون في الدوريات ومختلف الاعمار ممكن تلقاهم حتى في مو الدوري الممتاز لهذه ال دولة الاوروبيه ممكن درجه ثانيه او ثالثه او ما الى ذلك، المهم هم يعني الان نشات عندنا جدليه ما بين اللاعب المغترب واللاعب المحلي. صح. هذا الجدال وينك منه يعني شو تعلق لي عليه بصراحه؟ والله احنا تعرف اللاعب المغترب هو اصلا عراقي بالتاكيد اي يعني هو مهما يكون هو اذا اذا امكانيته زينه وتعرف انت مرات اللاعب المغترب من هو طفل والد هناك او عاش وهو طفل ممكن اكو بيهم تدرجوا يعني تدرجوا بوقت جيد جدا يعني عكس هنا بالعراق ما اتدرج يعني ما اتدرج يعني نوعا ما بال وثلاثة قلت لك لحد 2010 2011 تقريبا دورياتنا الفئات العمريه اختفت كانت انتهت يعني تقريبا انا اقول ذولاك اللي هناك برا ممكن تدرجوا ووصلوا الى مراحل جيده وصارت عندهم بالاضافه الى الى الموهبه اللي عندهم واكو امكانيات طلعت عندنا ما نقول الكل لا مو الكل اكو بيهم بعضهم البعض من عندهم قله القليله لاعبين جيدين ولاعبين وصلوا وشفت احنا ممكن يمكن سبع لاعبين اساسيين جاي يلعبون بالمنتخب بس انت انت منصف يعني بارائك بالنسبه للاعبين المغتربين، انا شايف لك هواي لقاءات بخلاف زملائك يعني مجايليك في فتره لعبك او بعد ذلك من يطلعون كتحليل او في لقاءات متلفزه برامج رياضيه ما يكسر باللاعب المغترب ولا حتى باللاعب المختلف. انت منصف كل انسان تنطيه خلينا نقول طينته بخده بصراحه يعني اكيد لا يعني شايف لك اكثر من لك يعني احنا احنا رياضيين إيه. يعني احنا نفهم نفهم اللاعب الجيد يعني نعرفه اللاعب الجيد واللاعب الغير جيد، اللاعب المتاسس واللاعب عنده عنده طموح انه يكون مبين واضح هو م. يعني اكو لاعب اكو ناس مثلا كل واحد كل واحد طبعا هذا انت يعني ما تقدر تفرض على احد بس انا رايي انه اشوف اكو بعض اللاعبين أه لاعبين جيدين والحمد لله يمكن استفادينا من البعض يمكن اكو بعض اربع خمس لاعبين هسه متواجدين أه بالمنتخب أه. أه على اعلى مستوى يعني افضل من اللاعب المحلي اللي اللي متواجد ليش لانه يلعب بدوري قوي احتكاكه اقوى آه لذلك تشوف آه بعضهم مغبونين، بعض اللاعبين اللي ما استدعوهم للمنتخب مغبون بصراحه طال الغبن والظلم يعني افضل الموجودين افضل الموجودين افضل الموجودين يعني مو... متواجدين هم اليوم آه شنو اللي يميز جيل حبيب جحفر عن آه الاجيال اللي تلت جيله جيلكم؟ شنو اللي يميزكم؟ احنا شوف احنا جينا بوضع وضع صعب زين وكل لاعب كل اللاعبين الموجودين كانوا موهوبين مم. صراحة وجينا بوقت وقت يعني جدا يعني عصيب وخاصه الفتره اللي لعبنا بها يعني بالنظام السابق يعني اللاعبين تاذوا تاذوا بصراحه وكل هذا هو اللاعب وهو اللاعب يريد يطي وهو طموح صح ووصلنا وصلنا كاس العالم ووصلنا اخذنا الخليج م. واخذنا كاس العرب واخذنا الدوره العربيه ذا كلها رغم الضغوطات احنا نلعب عكس هذا الجيل مهو. هذا الجيل مهو. ما مضغوط مهو. يعني المفروض يلعب براحته يعني اليوم انت بالسابق تريد تريد تعتزل ما تريد تلعب تريد يعني تعتزل من المنتخب تبي تلعب بس مو بيدك مو بكيفك ما تقدر. مو بيدك اليوم اللاعب هو مخير م. تريد تلعب اه اكون منتخب انت زين تلعب ما ما يعجبك تقول انا ما يعجبني اريد العب بالنادي دير وجهك وتروح ما, 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 عليك اي ضغط ولا واحد يقول لك ليش هذا هذا اللي اللي يميز هذا الجيل عن هذا ثلاثي حبيب جحفر، سعد قيس، ليث حسين. ثلاثي كان منسجم متسق سبب هذا الانسجام الكبير في داخل الملعب المدرب علاقتكم ببعض طبعا انا يعني واني أسرج على حبيب جحفر في السوشيال ميديا من اصدقاء كذا يعني هذا السؤال كلش انطلب يعني بصراحه صحيح. انه هذا الثلاثي كابدع ما يكون في داخل المنتخب ولذلك كان وجودكم كثلاثي في هذا الخط في داخل المنتخب بمثابه اضافه كبيره للمنتخب في في اصعب في اصعب المباريات يعني صحيح هي. يعني هذا الثلاثي انا برايي ما راح يتكرر ما يتكرر ابد ما يتكرر والدليل انه لحد الان ما ما اجى ثلاثي لحد الان زين يعني متفاهمين خارج الساحه وداخل الساحه مم. والدليل انه احنا اللي خلانا نتفاهم وخلانا منسجمين احنا تدرجنا اه 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 سوا يعني انا وياي اه ليث ليث وياي من ال من الاشبال جميل ليث اي اه يعني انا قريب على عمره تقريبا سنه اه. او سنتين بس يعني. مو على منطقته هو بالكراده هو بس الثوره انت تعرف التر... ايه. دائما متواجدين ايه بالرياضه دائما اه. يعني نعم. متواجدين بالرياضه زين. وحتى هسه عن كبر احنا دائما نلتقي يعني لا زالت صداقتكم لا لا زالت يعني اه بعدين انضم لنا منو سعد سعد, سعد قيس. قيس وين انضمنا؟ انضمنا منتخب الشباب. م. بقينا فتره منتخب الشباب، منتخب الاولمبي، فتره طويله. ها انتقلنا وين؟ انتقلنا للرشيد. تقريبا بالخمس سنوات ايضا احنا نادي الرشيد نادي الرشيد مجموعين سوا باعمار قريبه، لذلك احنا منسجمين اه يعني نفس يعني نفس الافكار تقريبا اه ودرجنا الى ان صعدنا للفريق الاول. جميل وبنفس الوقت احنا يعني اليوم انا مثلا اذا اشوف سعد قدم مستوى بالتمرين يعني انا لازم اقدم احسن من عد. جميل هيك اكو منافسه بيناتنا من. نعم لذلك احنا دائما نشوف حتى اذا اكو خطا انا اخطا سعد يقول لي ترى انت خطات فلاش مه. لازم تسوي هو يقطع اقول له مثلا وهكذا حتى ليس نفس الحال لذلك احنا كنا منسجمين وقريبين واحد ولذلك اكو هواي انجازات سويه حققتوها ايه و... الحمد لله وكنتوا يعني مثار قلق للفرق الخليجيه يعني اصور انا مره مره لعبنا ويا قطر زين إيه غلبنا غلبونا بها واحد صفر انا قبل اللعبه انكسرت رجلي بالتمرين بالتمرين طخت ويا جعفر عمران انكسر هذا العظم فما شاركت سعد كان متعور ما جاي وليث اعتقد كان محروم هيك فمن جينا يعني جينا للمنزع فقالوا لي انت ما قلت لهم ما العب فريق قطر قالوا عاد احنا اليوم غالبيكم اوف والله آه العظيم <applause> لحد الان اتذكرها ففعلا جينا للملعب طب يعني للساحه لعبنا انتهت اللعبه غلبونا 1-0 بسبب عدم وجودكم في داخل ايه 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 بس بس ايه ايه شافونا احنا ايه الثلاثه ما موجودين قالوا احنا غالبيكم ايه اليوم وغلبونا اذا تتذكر اللعبه اللي جوي بها البغداد تعادلنا اثنين كل. وعلى اثرها طبعا ترتبت انه احنا ما صعدنا الى ما صعدنا ما صعدنا احنا لو فايزين التعادل اثنين التعادل اي 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 اثنين تعادل تعادل اثنين كل طبعاً. صارت صح اتذكر هي بها بها رجع يمكن لاعب سعد انا مم. بقيت بعد مصاب وليث ما لعب ايضا تعادلنا بها وما مم. صعدنا يعني هاي التصفيات. تجربه تجربه نادي الرشيد. ايش تحكي لي عنها؟ والله هي تجربه يعني جميله بس هي مؤذيه بنفس الوقت اي أيوة والله يعني صح ممكن احنا انت انجبرت تروح لل يعني من الطلبه تطلع تروح للنادي الرشيد البعض دلقات. البعض لا حضرتك انا واحد من طبعا الناس. ايه. البعض انجبروا ايه. وانا واحد من عندهم اه. انجبرت اه. ان اكون بنادي الرشيد بس انا بصراحه يعني من هيك من ذكرياتنا اللي كنا نتابعكم بها كان الفريق منسجم يعني هو طبعا المنتخب العراقي نفسه هو يلعب نادي الرشيد واخذته حصلتوا على بطوله بطولات الانديه العربيه اكثر يمكن ثلاث مرات ثلاث مرات, مرات. دوري أيه؟ دوري حصلنا عليه يمكن بالضبط كان اكو انسجام عالي وكذا و... طبعاً الانسجام هو شلون يولد الانسجام أيه؟ من, من انت دائما متواجد مه. بمكان واحد يعني بنادي واحد او منتخب واحد لذلك احنا بالنادي وبالمنتخب احنا مه. 15 واحد بالمنتخب بالرشيد صح فانت مثلا مذر... تجي تلعب بالرشيد المدرب الله الله يعينه يحتار أه المني ينزل المن يلعب صحيح مرات تدري شو يقول؟ يقول مثلا يسوي اسمه طره وكتبه من يلعب من ما يلعب عجيب والله العظيم يعني يعني, <applause> إيه. يعني شوف هو المدرب يعني يعني م. الله يرحمه نصرة ناصر مرات نصرة ناصر اي نصرة ناصر رحمه الله. يعني الرجل إيه. مرات يريد يريد يلعبني م. او يريد يقعدني مثلا يريد يريحني وانت الفوق ما يقبل يعني عدي عدي ما يقبل ليش فلان قاعد؟ ليش متلعب فلان؟ ليش هذا هيك؟ فلذلك خطي عدي كان يريدك تلعب؟ اه يريدنا العب اه, آه. هي مي مي ايه. يعني مثلا انا ما لعبت يوم من الايام انا انا وعدنان درجال كنا عدنان انا كنت مريض وعدنان ما مقعده المدرب مريحه عدنان درجال فكان يخلي لاسلكي بيد واحد قريب عليكم بال... بالمصطبه بالمصطبه وهو عدل هناك آه يحكي يعني. خابره يقول له, يقول له مثلا ليش حبيب وعدنان قاعدين يحكوا يعني. زين إيه مثلا يقول له عبد ترى مثلا حبيب اليوم مريض عدنان مثلا أنا مريح اعذار حقيقيه اعذار صحيحه يعني فعلا مريض وفعلا هذا مريحه وكذا لا هو هو انا مريض صحيح ها بس 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 اقدر العب زين اي بس زي. مثلا لان احنا احنا هواي يعني مثلا اللي اللي بالمنتخب بالمنتخب 15 وعندك اللي لاعبين مو بالمنتخب ايضا يدربون بالفريق يعني هم لاعبين جيدين مو سيئين مثلا منذر منذر خلف الله يرحمه منذر خلف يعني بديل يعتبر لاعب جيد صح اي فيقول له مثلا ليش لا لاعبهم خلي خلي يلعب فتنزل فغصب ما عليه انزل العب يعني ما ما تقدر اه فقلت لك احنا اه مساله الرشيد يعني البعض من عندهم غصب وانا واحد من عندهم احنا جينا تعرف مرات عسكرية وهو شكو لاعب بارز بالمنتخب آه بالنادي, آه بالنادي, آه بالنادي, آه بالنادي طلبة. بنادي عاشت بنادي طلب بنادي طلب؟ إيه فجابني للرشيد من شنو تلعب ضد الطلبة ما أكفد شعور ينتابك بال... طبعا يعني هذا آه. هذا فريقي و... ويعني انا يعني نشات به و... طبعا وبس انت مجبور يعني. بس ورا رشيد ما رجعت له، رحت للقوه الجويه آه يعني. رحت للقوه الجويه، <applause> ليش رحت للقوه الجويه؟ <applause> انا اقول هو بال90 من زيان. عدي من فلش ال... <applause> الرشيد قال انا بعد ماكو ما رشيد، كل من اللي يريد, يريد يطلع خليط ليش ليش فعلا فعلا هواي ناس تسال على هاي القصه، أي؟ هو ليش خلاص خطر هو هو هاي مزاجه مزاجه, مزاجة. خلاص الرشيد انت... كان في اوج مجده ايه. ويحقق بطولات ونادي جيد وتحول الى رجع الوين؟ رجع الاسم النادي الكرخ الكرخ؟ ايه طبعا فلش الرشيد وحتى الكرخ ما صار رشيد ثاني هو يعني خلاص بقى الكرخ بس بقى الكرخ. نفس النادي ونفس ال... حتى هو كان يراسهم كان هو اي بس ما بصمه الرشيد راحت كاسم وكانجازات و... ايه لا لا انتهت ايه ايه. ايه. ترى الرشيد على فكره لحد الان الخليج والعرب يذكرون يد... طبعا وانا اسمع معلقين بعض الاحيان حين ما يذكرون اسمك وبعض الاسماء يستشهدون بماضي الكره العراقيه لحد الان يستش... فريق الترجي غلبناه اخذنا من كبطولة بطوله الدورة الانديه العربيه الانديه العربيه لحد الان هم من قاهرين شلون احنا فزنا عليهم اها والله شلون اخذنا البطوله بمجد... من مجد الترجي الترجي التونسي مجد الترجي يعني إيه؟ الترجي تعرف من يلعب؟ آه طارق ذياب طبعا وهذا طبعاً. طبعاً. خالد بن يحيى وما ادري منو كلهم كلهم كانوا مم. يلعبون لذلك احنا كنا تعرف لا احنا لاعبين منتخب وطني فالحمد لله فزنا عليهم واخذنا البطوله بوقتها شنو مشكلتك؟ فمن آه رجعت هاني من رجعت انا ايه؟ من رجعت من رجعت للجويه الجوية انا احبهم صراحه يعني نادي نادي قوي ونادي فريق جماهيري ونادي عريق مو بس تحبهم انت يعني تشجعهم انا اي بالسابق كنت صغير هي. يعني دائما جوارينا يحب الجويه زين ياخذني وياه فهو خلاني احب الجويه احب ليش راح. ما كملت لعب ليش ما كملت ويا الجويه؟ انه طالما تحب الجويه صرت لاعب اروح النادي الجويه صارت لي فرصه بالطلبه اه الفرصة بالطلبه أنا صغير ماكو بالناشئين زين فجيت صارت لي فرصه بالطلبه درجت بنادي الطلبه ناشئين وشباب والفريق الاول وبقيت فحبيت جميل. الفريق مم. يعتبر هذا بيتي بعد الثاني طبعاً بعد ما إيه فمن رجعت قلت لك للجويه زين نرجع للجويه زين طلعت من الرشيد للجويه <تصفيق> ايه. <تصفيق> رجعت كان ناطق الله يرحمه الله يرحمه كان صديقي ايه. وعلاقتي به قويه فقال لي احنا كنا رايحين للجويه يعني اسماء قويه يعني شاكر و... و لاعبين من جماعتنا فقال لي ليش ما نروح نلعب للجويه؟ مم. سوالي يعني واهز فقلت قلت له يلا خلنا نروح. كان الجويه قبلها أخذ دوري مم. قبل قبل لا نجح. رحت لعبت وياهم موسم بس بصراحه ما ما شفت نفسي اقدر العب وياهم. هو ف... لعبت للطلبه لعبت للرشيد الجويه فقط بعد ما عندك لا لا نادي ما لعب. اخر؟ زورا ايه؟ لعبت لهم اعاره. اها اي استعاره اي لعبت لهم مال اسيا اه شنو مشكلتك ويا عودي؟ طبعا كل كان الفريق كله يعاقب لكن حبيب جعفر دائما بوجه المدفع ويا ويا عدي وي 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 صدام حسين. اي عدي, عدي, عدي انا كنت مشاكس بصراحه يعني كنت مثلا اذا يعني بنفس الوقت يعني هو شلون لازم ما يريد ما يريد ما يريد واحد يكون اسم انا من صرت نجم وهذا يعني قمت قامت الجماهير تطالب بيه مثلا وتحكي بيه هو هو هذا الموضوع ما يحبه يضوج من عنده يضوج من عنده اها. يعني هو اكثر من كاظم الساهر زين كاظم الساهر عاداه في سبيل انه صار صار نجم وصار مم مم لذلك قام قام ينتقص من عنده فاي احنا احنا اي نجم يصير يقوم, يقوم يقوم بس كلكم نجوم وبقتها كابت ايه كلكم نجوم دليل أذانة كنا اها يعني واحد اقرب الناس الى احمد راضي ايه اكثر من مره دخلها معسكر ضبط اكثر من مره زين وهو اقرب الناس الى طبعا أقرب الناس اي فعلا زين صحيح فقام اي نجم يصير يعني يحاول ينتقص من عده في سبيل الله اقصى عقوبه اخذتها من من انا اللي دخلت معسكر ضبط شهر بالرضوانية؟ بالرضوانية اي شهر كامل شهر مع الحلاقه وكذا اللي سبب سببها شنو سبب هي سبب بسيط يعني تعرف م. احنا رياضه م. واليوم انت اذا تخسر بطوله مرات يعني يذبون السبب براسك وانا ما يعني انا واحد من اللاعبين من الموجودين مه. فصار سبب براسي انه سبب الخساره مال كاس الخليج اللي نعم. صارت قبل كاس الخليج ال 88 مو اللي اختاروك بها افضل التاسعه الثامنة, الثامنه اللي صارت بالبحرين مه. فصارت مشاكل ومشاكل انا والمدرب انا والاداره أه وين صارت كلها تقرير صارت براسي يم يم حبيب صارت براسي زين انا دخلت بها انا كلتها راحت يا ماشي. نسخه انت تحكي عليها 88 انتو اخذتوها قبلها ويا عمو بابا الله يرحمه 86 86 كان مدرب ايد زاماريو برازيل آه، بالضبط فأنا اللي يعني انا تحملت صحيح عدل كان عنده شخصيتين وياكم شخصيه الاريحي المحب الكذا ما اعرف شنو بسيط وبعدين شخصيه ثانيه انه سبحان الله ما تعرف هو مرات تلقاه مزاج بالضبط مرات تلقاه احسن ما يمكن ومرات آه تلقاه غش ايه يعني ما تعرف ايش وقت هو ايش وقت هو زين ما تعرف <applause> كابتن باقي وياك باول الحديث اخذ فاصل وراجعين نكمل ما تبقى من مشوار أول الحديث لهذه الليلة مع نجم الكرة العراقية الكبير الكابتن حبيب جعفر حياكم الله مجددا احبتي سادتي المشاهدين في كل مكان عود على بدء بذ... والكابتن حبيب جعفر كابتن نقب رتم العقوبات مال عدي اكو فد هيك ترند صار عند يعني صاير لك بالسوشيال ميديا انه اكو فد يوم انت تعرضت لعقوبه ودخلت معسكر ضبط واكو حفره نزلوك بيها وانت دست بطن واحد فنان كبير يقال انه هو حبيب منصور يعني انت دخلت هاي ولقيتها خطيه متعاقب قبلك يعني إيه اكو هيك هو مو هو اكو بس هو مو حبيب منصور هو فنان ثاني مع التحيات وهم فنان معروف كبير يعني معروف اه ايه يعني ما اريد نجيب اسماء الحقيقة هو, هو مو حفرة هو سجن ايه سجن اي سجن اي فطب انا يعني هو موجود انا يعني طبيت قال لي انت شنو؟ قلت له انا ما مقول <applause> قلت له انا ما مقول اه ايه سجنوني كانت اكو هو حلب والرشيد اي ايه 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 كانت تأكل ايه ايه فا فهو خطية كان ايه اعتقد هم كان عنده مشكلة اه وهم هم جابه بالسجن اي هو آه. متاخر على الحفله خمس دقائق <تصفيق> أي. <تصفيق> اي 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 يعني هو عم عايش المعاناه هو شوف ما حد خلصان ويا حتى شويه ناصف الامور ويا هاي العقوبات اكو كان يعني اكو اكو ثواب وعقاب يعني اكو هدايا للمنتخب حين ما تفوزون كذا يعني مكافآت من القياده من عدي من غيره ولذلك كنا نسمع به سيارات قطع اراضي فلوس ما الى ذلك هذا ه... صحيح ولا لا؟ صحيح موجود بس صراحة. انت بس انت العقوبه اللي تاخذها اي اكثر من ال وحتى نفسيا و... يح... يعني انت 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 من تدخل بطوله او مباراه تدخل يعني بمعاناه برعب أه؟ وبعدين من تريد يريد يكرمك يكرمك في شيء بسيط مه. يعني ما ي... ما مو مو بحق اللي 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 ببال مثلا واحد تكريم مثلا يعطيك في اشياء يعني أشواق اشياء قويه نه. فهذا يعني صح اكو ثواب وعقاب مه. بس العقاب اقوى من ال... اقوى من المسل. العقاب كان اقوى يعني اقوى طبعا إيه. 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 لذلك انا اكثر لاعبين يعني انا يمكن اكثر من راح يعني مرات يحسبون عليك الباصب مه. ايه يعني يجون ويكتبون لك اذا تتعاقب على الخطا بقى. من منو كان يحسبهم هو هم عنده, عنده ناس مثلا يخلون إيه ناس فوق يخلون ناس, إيه. ناس تقعد إيه. فوق يكتب له مثلا يكتبون يدزوها لل اكو كان يخلي بال يعني بال بال بالسفرات بال يعني المعسكرات التدريبيه اشخاص قريبين منكم يراقبون حركاتكم سكناتكم اتصالاتكم ما الى ذلك اكو هيك شيء طبعا احنا ما نسافر اذا مو ويانا مجموعه اها مجموعه تابعه له مجموعه تابعه ايه؟, ايه؟ تابعه لهم لانه تعرف انت احنا اه يعني هم خ... يقولون احنا نخاف عليكم بس انت تعرف انت هناك تطلع مثلا بالخليج او تطلع باي مكان هم دائما متواجدين يعني بصفه مصور بصفه صحفي بصفه هذا بس هو بال... يعني يعتبر شلون الحمايه الحمايه لك وعليك اكو اشخاص بالمنتخب يعني زملاء لك كانوا قريبين من من عدي بحيث مثلا اسف للسؤال انه كانوا يعني تقريبا بعض الاحيان ينقلون كل شارده وارده عن عنكم عن لو لا 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 ما كزملاء ما... لا ما ما توصل ايه؟ هالمرحله ما... اه ها. اي ما توصل اه. لانه هو احنا كنا واحد بصراحه يعني اذا نتعاقب كلنا نتعاقب اه. وداري... يعني مرات واحد يوقع بها وحده اه. بس الاكثريه احنا دائما نتعاقب بيها. اه. الكرة. انا من سالتك قبل قليل قلت لك انه شنو الفرق ما بين جيلكم والجيل الحالي وظليت تقول لي انه احنا جيل شده وجيل صعوبه وظروف جدا إحنا صعبه. احنا مضغوطة. بس بنفس الوقت يعني تنتقد هذا الجيل لاعبين اللي هو اللي يهتم كثيرا بالسوشيال ميديا فيسبوك غيره ويهتم بالسهر وما الى ذلك خلي ينتبه عن نفسه لربما من باب النصيحه حكاها الكابتن حبيب جعفر. اكيد طبعا احنا إيه؟ احنا دائما دائما نحكي بهذا الموضوع نقول لهم انتم. يعني عكسنا، انتم لا ضغط لا هذا بس جيلكم ايضا كان شهره وكان جيل معجبات وخلنا نكون واقعيين يا إيه بس كابتن حبيبي بس مو هيكي، يعني مو مو بهالصوره هاي يعني, يعني انت اليوم انت ماخذ راحتك على على الاخر مثل ما يقول زين. يعني كل شيء متاح لك احنا لا احنا صعب احنا ساعه احنا بس ساعه ننام اليوم اللاعب بس ساعه ينام صحيح ينام الصبح ينام هم. ليش؟ لانه التواصل الاجتماعي موجود، الستلات موجود، احنا قبل ما عندنا لا ستلايت، احنا ساعه قناتين، قناة الشباب وقناة العامة، مم. ساعة ب 12 طفيت ونمت. ثاني يوم عندك لعبة، وين تروح؟ مم. اليوم لا، اليوم القنوات ما شاء الله الفيس موجود، التواصل الاجتماعي صحيح. موجود. ولذلك أثر على اللاعب؟ إيه السهر والبعض البعض الملتزم، البعض آه. الملتزم، ها خاصة اكو شغلة ذكرني. الارجيله الارجيله هاي اللاعبين مم. اللاعبين هذا دمار تعلقت على واحد من الكباتن الكبار وقلت سالوه قالوا لك يقول ما تاثر قلت لا شلون ما تاثر يعني شون <applause> متأثر. لا شلون تاثر لا بالعكس كابتن يونس يعني هو دكتور يطلع <applause> مو انا اللي اقولها دكتور يطلع يقول لك انت لو لو تدخن ثلاث باكيت سجاير ولا تدخن ولا تدخن ارجيله يعني ما هي صعبه، اللاعب لازم يبتعد عن عن هذا غير يشتراح. غير الضغط وعدم السهر، ما كان جيلكم انه مثلا يعني بعضهم يدخلون بعضهم يشربون بع.. موجودة موجودين؟ موجودة, موجودة. يعني جيل جيل حبيبي جيلنا؟ اي طبعا اللي يدخن ايه؟ واللي يشرب اه. ومعجباته وسهره وما إلى ذلك طبيعية هاي جدا، مم. بس هنا عندما من تجي لل للواقع مم. اللاعب يتدرب صبح عصر المطة حق التمرين صحيح ايه هنا أنا اليوم إيه. اللاعب أنت اهم شيء هو النوم م. يعني انت من تجي للتمرين كون انت مرتاح نايم م. وتاكل صح حتى تجي تتأدي واللاعب انت شنو هو اللاعب نوم واكل هاي أه 86 التمرين. مرة يتيمة صعدنا بها الكاس العالم راح تتكرر ويا كاساس بصراحة والله انا انا قلتها يعني قلتها احنا اذا ما نصعد بهاي الفتره بعد ما نصعد. اذا ما صعدنا بهاي الفتره. هاي الفتره اذا إيه؟ ما نصعد بعد ما نصعد. إيه؟ واذا صعدنا كل س... كل اربع سنين نقوم نصعد. ليش؟ لسبب. السبب انه إيه؟ انت اليوم بالسابق كان فريقين يصعدون. إيه؟ فريقين من 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 اسيا كلها. اليوم انت اليوم كم فريق؟ اليوم اليوم عندك ثمان مقاعد ثمانية ونص. نعم. ثمانية ونص ماما صحيح. ما ما أقوله ما ما تصعد خلي خلي ت... من احسن الفرق اللي نقول ست فرق خل تصعد انت هم راح تصعد سابع او ثامن أه لذلك احسن فرصه للصعود بهاي الفتره احسن فرصه للصعود احسن بها فرصه بهاي الفتره نصعد الفريق على. الفريق منسجم من الان تشوفه مغتربين محليين الفكر التدريبي لكاساس شلون تشوف يعني شلون تباوع على تراقبة يعني اكيد احنا احنا متابعين يعني عارف وعندك تصريحات كثيره أيه على هذا يعني, القضية يعني. انا اشوف أيه. اشوف يعني بالفتره الاخيره صار اكو انسجام تعرف المدرب من من اتحاد من يثبت على مدرب مه. اكيد راح راح يصير الانسجام بين اللاعب وبين مه. خاصه هو المدرب عنده شغله زينه هو يعني دائما ما يتابع اللاعبين مه. اللي بالخارج مه. واللي بال تقصد كاساس بالدو... اي طبعا مم. يعني عنده عنده مساعدين دائما هو يتابعون اللاعب المحلي زي. واللاعب المحترف ايه. تذكر الاتحاد شنو رايك بقياده كابتن عدنان درجال الاتحاد بكل صراحه طبعا يعني اكو تغيير يعني من نجع كابتن عدنان مم. اكو تغيير تغيير كبير بالنسبه لل هواي اكو امور بالاتحاد انت اليوم انت روح للاتحاد طب للاتحاد شوف يعني ما تقدر تطب وكانه انت طاب طاب وزاره يعني ما طاب مثلا الاتحاد. اه واكو امور الدوري اختلف الفار دخل, دخل دخل يعني جديد علينا. هذا تنصفه لان زميلك لو هي وجدان صدقا انه هذا شيء واضح ايه يعني مو انا ايه مثلا لان من جيل حبيب جعفر مثلا لا لا بالعكس هو اخونا وصديقنا وزميلنا صحيح بس احنا نحكي اللي لنا علينا هو الشخص اشتغل واجتهد مع التجديد الى الولايه الثانيه؟ الان اكو راح يصير انتخابات قريبه وكذا ممكن يفقد فرصة انه يكون رئيس الاتحاد يعني والله هو اكو منافسين له اكو منافس. اكو منافسين ومنافسين لكن هو الافضل برايك؟ وانا انا اشوف الموجودين ايضا جيدين يعني يونس مشايين. يونس مؤهل من وجهة نظرك ممكن. كان يكون اداري يعني ناجح؟ ممكن 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 يونس يعني تعلم م. تعلم كاداري يعني الفترة م. هاي صار تقريبا ثلاث سنوات أربع سنوات م. اشتغل وعمل وعرف وطلع برا أكيد يعني صارت له دراية يعني علاقه أويه. علاقه يونس او علاقه لا علاقه الكابتن عدنان درجال بالخليج تحديدا يعني علاقه جيده الايجابيه وعلاقته ايضا بالاتحاد الاسيوي هاي انعكست ايجابا على واقع الكره العراقيه يعني استفاد من علاقه وظفها الى انه تكون علاقات جيده في الداخل العراقي انعكست بشكل زين ايجابي على أكيد على وضع يعني هو هي اي سياسه يعني هي يعني سياسه دخلت بالرياضه خلينا أه. نكون واقعيين اي طبعا مه. اليوم انت عدنان درجال اسم اسم يعني اسم كلاعب ووضعه وضع بالخليج ووضع جيد يعني بالخليج جيد آه. جدا خاصه بقطر مه. يعني آه تعرف علاقاته بالخليج آه جيده ومثل ما يقول يردون يردون خاطره و وهذا هذا مطلوب مطلوب انت العلاقات الخارجيه مطلوبه مه. مه. فطبعا استفادنا من عدنان بالعلاقات الخارجيه المنتخب منسجم المغتربين والمحليين والآن كاساس يتابع ويراقب ويدرب بشكل زين لكن أكو ظروف محيطة كابتن منها الظلم التحكيمي اللي إحنا دائما ما تتعرض للكرة العراقية سواء إذا كان طرف اللعب منتخب خليجي أو حكم خليجي أو آسيوي أو منتخب آسيوي إلى أي مدى هاي الظروف المحيطة راح ممكن أن تحرمنا أنه نكون احنّا وضعنا زين، لاعبنا جيدين، الظروف الفنية في داخل المنتخب جيدة جدًا، من المدرب إلى كل اللاعبين، لكن اكو ظروف محيطة تدري، بدليل المباراة هاي اللي الأخيرة وصار اللغط على الـ 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 الإنذار والطرد الأخير مال الأيمن؟ لا مال مال روبين سلاقة مال ما, ما روبين زين اي فممكن هاي تتكرر وتتكرر بمنطقه حرجه بوقت حرج وممكن العراقي ينحرم مره ثانيه. ليش هذا الظلم التحكيمي؟ ليش هذا الظلم الخليجي الاسيوي للكره العراقيه؟ من وجهه نظرك وانت نسخ كثيره للخليج العربي وكنت ايضا تجارب احترافيه عندهم بقطر وعمان وما الى ذلك. شوف احنا على مر السنين الحكام يعني مو هاي الفتره ترى. هو اني اي طبعا على مر السنين لا 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 دا اقصد من بعيد يعني. إيه 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 على مر إيه. السنين احنا دائما نعاني من من الحكام. اكثر الحكام اللي اللي يجيبوهم ويحكموهم للمنتخب العراقي هم ضعيفين م. يعني انا بصراحه حتى هذا الحكم الاخير اللي الياباني انا اول ما شفته قبل المباراه لان انا شايف للعبات مباريات ايه. يعني حكم يعني غير جيد يعني, مقصود؟ يعني هو امكانيته هاي لا مقصوده مره تكون مقصوده ان يظلمونا تحكيميا والله ما اعتقد يعني والله آه. ما اعتقد ليش ايه. لانه انت اليوم انت حكم دولي هاي بيها تنقيط هاي بيها آه نقاط لك انت اليوم انت آه مو انا بس انا اشاهدك عندك اكو لجنه تشاهدك تعطيك آه تصنيف انت اليوم تعطيك خمسه خمسه من, من عشره او تعطيك سبعه او ثمانيه هاي آه مو انا لقيمة لا اكو تقييم بس كابتن هم الحكاة. احنا نتعرض بهذا الظلم حقيقه يعني دونا عن بقيه المنتخبات ما تتعرض الى هذا الظلم التحكيمي باستمرار احنا لا. بطولات الخليج تعرضنا كثيرا الى ظلم تحكيمي وانت تتذكر يعني بنسخ بطوله اسيا والان بنسخ كاس العالم قلت لك احنا دائما تصفيقات. يعني دائما احنا دائما احنا مظلومين من الحكام يا يعني اما ما يجوز يجوز حظنا ويا الحكام او او مثلا هم يتعمدون بس ما اعتقد انت اليوم انت اليوم كحكم ينتقص مثلا من الفريق لانه هذا راح تنحسب عليه لذلك يجوز ينحرم بعد او مثلا ما ينطون مباريات هذا هذا مصر. مرات حضرتك أشرت الى كابتن نقطه انه مرات السياسه تدخل بكره القدم وهكذا ممكن اكو امور ثانيه خلف الكواليس هي تلعب لعبتها وتوظف نفس الطريقه ضد العراقي يعني. احنا بعض المباريات التمسنا هذا الموضوع ها اي يعني م. المباريات السابقه كنا دائما نشوف الحكام دائما خاصه من لعبوا ويا فرق الخليجيه دائما ضد منتخبنا م. يعني دائما ما يردون المنتخب العراقي يفوز م. اي مباراه خليجيه. ليش هذا التحسس الخليجي من الكره العراقيه كذا؟ شوف الفريق العراقي اذا اذا استمر بوضعه الصحيح اي فريق من الفرق المحيطه الدول المحيطه يعني ويانا ايه. ما تقدر المنتخب العراقي مم. لذلك ما يردوننا احنا ما يردونا احنا دائما نكون بالقمه دائما يردوننا احنا نصير جواه. بس من باب الانصاف دائما المحللين الخلي... الخلايجه البرامج الرياضيه دائما يعني الى الان هم يذكرون حبيب جعفر بعرفان كبير ليث حسين احمد را... المرحوم احمد راضي كل لا اللا... ناطقها... كل اللاعبين العراقيين يذكروهم يعني دائما بينصفوكم بال... بالحديث عن الكره العراقيه احنا و... الحمد لله قدوات ومثال شاخص يعني طبعا احنا احنا إيه. يعني اللاعبين لاعبين على مستوى عالي ولاعبين أه... أه. جيدين ولاعبين قدموا ما قدموا يعني أه... واسماء قويه بس تعرف التمرات مرات قلت لك البعض بعض يعني الدول نعم القريبه هي ممكن هي مم. تنتقص من الفريق العراقي لانه يحسون الفريق العراقي اذا اذا بقى تطور راح راح يطغي على هاي نعم. الفرق انا عندي مجموعه اسماء لمدربين وراح اسالك عنهم تباعا عنه واريدك تجاوبني بانصاف او وجهه نظرك يعني الراحل الكبير عمو بابا شنو رايك فيه؟ والله عمو شيخ المدربين يعني نعم. واحد من مم. من افضل المدربين اللي دربوني واللي واللي حصل على الانجازات إزياني. يعني عمو بابا يعني مو بكلمه وبكلمتين عمو بابا اسم أه سوى يعني فاز على فاز على مدربين أه عالميين صحيح لذلك يعني يعني الله يرحمه لو باقي يدرب كان كم نسخه صعدنا الكاس العالم بصراحه والله يعني لو باقي يدرب وهو على راس يعني اي طبعا إيه لا طبعا يعني احنا شوف حتى بال 93 كنا اول مباراه ويا كوريا الشماليه ما يعني خسرنا بها هو استلم بعد المباراه إيه؟ مباراة الثانيه صح هو استلم شوف وين صعد تغير تغيرت النتائج إيه؟ ووصلنا بقينا فرق نقطه احنا ونصعد فرق نقطه صح يعني الفريق صح الفريق الاول صعدوا فريق السعوديه واعتقد نعم وكوريا السعوديه وكوريا صعدوا فرق نقطه يمكن على السعوديه أعتقد احنا فرق نقطه ايه على السعوديه, على السعودية كوريا إيه؟ كوريا ست نقاط ويمكن سعودية سبعه احنا خمس نقاط صحيح. يعني انا لو ما خسارتنا ويا كوريا الشماليه كان ممكن, احنا ممكن نصعد احنا كان ممكن نصعد فوق كوريا ايه بس كان اكو هواي لاعبين بالمنتخب يتحسسون من عصبيته ومزاجيته بال... طبعا هو هو يعني. هو حريص ايه. هو دائما يريد مم. يريدك انت تتدرب صح ويريدك انت دائما انت افضل من يعني من الفرق اه الباقيه اه الكابتن عدنان حمد عدنان ايضا عدنان تعب على نفسه مه. واحد من مدربين الشباب مه. الجيدين يعني اللي بالفتره الماضيه انا عدنان زاملته كلاعب وزاملته ك كم... دربني هو بالتصفيات كاس العالم مه. اللي 2002 مه. فواحد من المدربين اللي تعب على نفسه واللي طور نفسه صراحه أه انا قبل ما انتقل للسيد راضي شنيشل اريد اسالك سؤال دائما ما يثار انه اكو اكو امور في داخل المنتخب اداريا وحتى فنيا يعني لها علاقه بموضوع مواضيع مو فقط تحسس انه هذا اللاعب جيد وغير جيد وكذا ونفسيا لا اكو بعد اخر لربما الان حين ما يذكر الكابتن عدنان حمد بعض بعض الاقلام بعض الكذا يعني يذكروا انه هو او كذا هذا الموضوع بعيد عنه مو صحيح ها والله مو صحيح انا دائما الرياضيين بعيدين على هاي الامور هسه والدليل انت شوف كل ما احنا احنا بالسابق ما نعرف منه السني من الشيعي ولا ولا كردي يعني من كتب المنتخب ما كان الله شاهد بقى. والله اكو لاعبين يعني بهاي الفتره يلا يلا عرفنا عن كبر يعني هسه ماكو بالسابق انا الله. اسال عليك انت جميل ماكو مستحيل مم. مم. زين هسه احنا عرفنا هاي ما ادري منو دخلها على الشعب العراقي وخلانا هذا سني وهذا صحيح شيء او هذا كره صحيح ولا لحد الان اكو لاعبين ما نعرفهم لو سني لو شيء فهي انا اعتقد ما ما ما, ما كانت موجوده هسه دخلت علينا سيد السيد راضي شنيش رايك والله راضي يعني راضي ايضا يعني راضي ما يقل عن المدربين عن عن عدنان حمد ايضا تعب على نفسه وطور نفسه ودخل دورات تدريبيه خارج العراق ومعايشات لذلك انا اشوفه بالفتره الاخيره الرجل ما ما نصفه اولمبياد هو ما نصف نفسه هو لو ما نصفه لا ما نصفه صراحه والله مم. لانه مم. يعني هو قلت اليوم كل اللي صعدوا الاولمبياد مم. من جاب نتائج زين عدا عدنان حمد بال 2004 من جاب نتائج من وصل المراحل صحيح هي بالت بالمجامع مم. ويودع صح لو لا مم. حاله من حاله أيوة يعني الانجاز الوحيد يعني انجاز إن كنت هو صعوده الى باريس هو هذا بحد ذاته انجاز فانت تطالب اكثر من من قابليه اللاعب ان صعبه مم. كنت منزعج من عدم وجود رونالدو في في بعثه نادي النصر اللي اجت لعبه بغداد ويا الشرطه منزعج كنت اي بصراحه اي لانه ايه يعني احنا رونالدو نحبه و... بس حل... انت اتهمت بعض الناس انه الكثير انه حملوا الامور اكثر من طاقتها ورونالدو لاعب عادي وعبر الأربعين وما الى ذلك اي ممكن ايه. انا قلت ممكن رونالدو ممكن هو عمره 40 سنة ممكن يلعب وما يأدي يعني مو بيومه لهم ناس الناس ترى رادوه كاسم وكنجم يعني بالملعب يعني, يعني اكثر ما هو هي شغلة سياسية ملعبية. بصراحة شغلة شغلة, شغلة, شغلة سياسية يعني شوف الاتحاد السعودي هو لو يريد يعني او النادي النصر لو يريد يجيب دخله للعراق ممكن يدخله بسهولة حتى وان كان مريض يجي ممكن يقعد فوق بالمقصورة شو أقول لك انه اجى رينالدو ها إيه. وبغداد ما بيها شيء وممكن ينفتح الحظر على على العراق مم. وتمشي الامور عن عن بغداد مم. خاصه احنا نلعب باي مكان بس بغداد لحد الان اعتقد الحظر يعني يخافون يعني. منك لا زالوا يخافون منك هاي الدول تخاف منك انت تخاف, ك... تخاف انت يعني. بغداد إيه. وبغداد امن مكانها سوى بغداد مم. يعني طبعا أنا, انا شفت برامج لمحللين خليجيين وفي برامج غير عراقيه كان يشيدون بمستوى التنظيم غيره وما الى ذلك بينما بالكويت قبل يعني الاتحاد كله استقال بسبب مباراة العراق والكويت الأخيرة بسبب سوء التنظيم وهاي الضجة اللي اللي حتى الكويت ترى يعني. الكويت صار من فترة طويلة ما منظمين من بطولة أيه؟ يعني اليوم نظموا مباراة واحدة شوف صارت صارت المشاكل صحيح احنا يعني الحمد لله نظمنا كأس الخليج ونظمنا قبلها آه 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 تصفيات ونظمنا تصفيات الناشين والشباب لذلك ومباريات يعني الفرق جت غرب اسيا آه نظمناها آه صار عندنا آه نوع ما آه خبره رغم هذا اكو اخطاء مم. مو ماكو اخطاء طبعا انت اليوم اللي يعمل هو يخطأ طبعا والحمد لله بتأكيد. يعني الناس جاي يعني يتعلمون وينظمون صح يعني الان تقول بعد سياسي بهذا الموضوع أنا في عدم وجود في عدم وجود رونالدو أي. مع بعثه يعني رأيك. يعني كان ممكن ممكن رونالدو حتى لو كان مريض مم. شوف هو اكو تناقض بالموضوع اليوم صرحوا السعوديه انه انه رونالدو عنده فيروس امه طلعت قالت لا, قالت لا ما بي شيء ما بي شيء وين هذا صار تناقض بيناتهم صح ولا لا؟ انت اليوم حتى ترى هو جايبينه جايبينه حتى يروج لهم إيه طبعا كيس العالم لهم طبعا ما يروج لل... للعراق اليوم اذا يجي رينالدو للبغداد يقول لك خلاص انتهى مم. الموضوع بغداد امنه وما بيها شيء والدليل انه رينالدو احسن لاعب بالعالم متواجد و... و... والامور طيبه صح ولا لا؟ صحيح بينما هم لا هم حتى القطر ما خلوه يروح أي. حتى القطع بسبب اكو عداء مستبطن ما بينهم ايضا نفس نفس الطريقه فعلا فرادو حاصري انه مم. هو يسوق ال... للسعوديه غير الشهره وحب ال... وحب الناس شنو اللي اخذها الكابتن حبيب جعفر من كره القدم والله الحمد لله هو هذا اللي اخذناه يعني كله كله يعني هذا حب الناس ويعني وح... الحمد لله كماده ك... و اللي وصلنا له لل... اي بس كماده او ك يعني ما... ماديا ما استفاد حبيب جعفر من ال... يعني بس انا اقول أي. انا رايي افضل من غيري اها اي انا افضل من أي. غيري الحمد لله عايش أه. عيشه وبلدي ومعزز مكرم وهذا اللي هذا اللي يعني هذا الشيء اللي احنا والك تصريح الك إيه تصريح الناس كلش يعني تلاقفته بعرفان كبير على السوشيال ميديا انه انت لا يعني اكو اكو جزء ثاني مخفي من حبيب جعفر عمله كقصاب مثلا <applause> ها اي انت مصرح انه انت تفتخر بهاي القصه يعني بصراحه يعني ما بي شيء هو إيه. بالعكس الناس تقول انه هو هذا الوجه الحقيقي للانسان حينما يتسامع على على ظروفه وعلى وضعه لانه لا ضير ولا عيب في يعني ان يذكر هذا اكيد طبعا إيه. هو ماكو واحد طلع من بطن امه هو صحيح زنقيل او إيه. مثل ما يقول بحلقه شلون إيه. هاي وإنت ابن عائله كادحه كنا ابن مدينه كادحه ابن مدينه ايه ثورة مدينه ومدينه الصدر وناس فقراء وناس عايشه على على القدره كانت يعني بالسابق صحيح يعني راتب بسيط مال الأب ممكن يعيش كل كل الموجودين لذلك احنا الحمد لله والشكر اللي يعني عشنا وشفنا هوايه امور الزينه والمو الان وين واحسن لاعبين بالعالم اللي كان تكرم كان صباط صح واللي صحيح. صحيح. كان يعني صحيح. هذا رينالدي واحد من عندهم كان يكنس بالشارع حتى في سبيل فعلا. عايشة فعلا مو عيب الشغل واللي وصلنا له احنا شوي شوي ممكن الحمد ايه. لله والشكر اللي وصلنا له ممكن ماكو واحد احسن من عندنا شنطتك مدينه الثوره؟ مدينتي هاي يعني هذا يعني بصراحه اعطتني كل شيء اه. يعني دفعتني وخلتني اوصل وطتني اسم حبيب جعفر أه. الحاله الاجتماعيه طبعا انا يعني طبعا متزوج زين وعندي اثنين قالوا لي مرتين لا لا وحده ها وحده تريد تورطنا <applause> <applause> وحده عندي تعادل تحياتنا لاختنا ثلاثة بثلاثة اي ها ثلاث اولاد ثلاث بنات أي. اكبرهم شو اسمه؟ علي ايش قد عمره الله يحفظه؟ علي مواليد 90 اي منو منو تشوف به حبيب جحفر يلعب كرة قدم لو كلهم بعيدين يعني؟ والله لا هم يعني كانوا يلعبون منهم صغار بس أه. من كبروا اللي يتعور واللي يصاب يعني سوى عمليه وبطل يعني اكو بعض يلعبون. اكو بعض الاحيان اشوف الان الان نشوفهم يعني يعني من جيلك لاعبين الان يطلعون كمحللين في قنوات عربيه محليه ما فكرت تحليل الرياضي والله احنا دائما نطلع يعني نحل مباريات الدوري بس يعني تعرف انت مرات يراد يتفرغ تفرغ شويه يعني أيه. من متفرغ الان كابتن آه انا كنت كنا مدربين كنا آه على امانه بغداد انا عباس عبيد وحاليا احنا طلعنا تدري الفريق لين هبط طلعنا من وحاليا قاعد ها تجربه التدريب شو رايك بها انت كمدرب يعني والله انا عشت التدريب مم. وتجربه جيدة جدا بس بصراحة ما اخذنا الفرصة الكافية يراد لنا بعد انه وهسه دخلت انه الشهادات البرو ولا نعم انا نعم. اخر شهادة عندي الاي نعم. يراد نحتاج انه ندخل مه. شهادة برو حتى تقدر تشتغل بالدور النجوم مه. لو عاد الزمن بحبيب جحفر الان كلاعب شنو اللي يتمناه؟ يعني كلاعب مه. والله انا يعني اتمنى العب بمانشستر يونايتد اها هي. يا سلام إيه انت اي نادي شجع نسيت اقول لك انا كأنا. اول اول إيه. ما اول ما حبيت مانشستر يونايتد نعم بس آه تقريبا نوعا ما يعني الريال الريال ريالي اي يعني جمهورك اللي يحبك من البرشا يضوجون يعني انت تشجع <applause> انا اشكرك طبعا كابتن <applause> إيه لي الشرف انه التقي قامه رياضيه عراقيه بمستوى وإبداع ونجومية حبيب جعفر أنا حقيقة أنا أشكرك وأشكر الرياض الخلوق والكابتن المحترم اللي بصمة إلى بصمة كبيرة في مساحة الكرة العراقية سيدي. إلى الآن شبابنا حتى الشباب الصغار يعني يعرفون, يعرفون بيك يعني <التصفيق> صراحه يمكن من خلال السوشيال ميديا او غيره يعني شكرا جزيلا لحد الان نلعب خماسي هم يعرفون اي <التصفيق> يعرف طبعا طبعا <applause> نسيت ازيلك طبعا على هاي القصه <applause> <شكر> <applause> شكرا جزيلا كابتن شكرا لك شكرا لك <الله> <التصفيق> شكرا لقناتك الله يسلمك واحنا زاحمناك في الوقت عندك التزام اخر يعني الله يسلمك حياك الله <التكلم> وانتم احبتي ختام اول الحديث كالمعتاد استودعكم بحفظ الله ورعايته دمتم سالمين طيبين والى اللقاء